تفضل وقع. ماشي. شو هاد؟ مركز للعلاج وإعادة التأهيل؟ أنا بدي الناس تعرف إنك مو مثل ما سمعوا عنك. وإذا أنا عملت هيك الفيلم رح يكون من بطولتي ما؟ إيه بدون أدنى شك. ولهون ما عاد أرجع بالمرة. تمام، بتمنى ما تغيري رأيك. أنا الغبية اللي إجيت لهون، واحد كريه وقليل الأدب.